والله باذن الله لو قرار الاستبدال خلاص اخرته جمعيه عموميه فخلاص بتهيألي بقى ان شاء الله كانت هي دي العقبه الوحيده اللي فاضله يعني. لكن كل الامور تمام؟ نعم كل الامور تمام ان شاء الله، ما شافش على اختلاف ان شاء الله. شريف قالت لك تصريح النهارده عجبني قوي، قلت المنافسه بيني وبين احمد عادل عبد المنعم هترجعنا للمنافسه اللي كانت ما بين والدي والراحل ثابت البطل. يعني بص اقول لك على حاجه، يعني ولا انا اكرامي ولا احمد عادل ثابت، يعني احنا هنحاول نبقى كده يعني، بس هو الموقف اشبه بكده يعني، بس احنا لسه قدامنا كتير قوي عشان نقارن بالاسماء دي. اكيد اكيد، لكن هي هتبقى منافسه حلوه. طبعا كلها هيبقى في صالح الفرقه وفي صالح النادي، والجهاز الفني طبعا هو اللي يقدر يحدد الاحتياجات بتاعته ومين انسب اختيار يكون مناسب للفرقه، واحنا ان شاء الله احنا كلنا عايزين ان احنا نكتسب التمرين، والاختيار ده بتاع كابتن حسام وكابتن ناجي. اكيد اكيد شريف، الامور مشيت بالتالي بشكل محترم قوي بين ادارتين محترمتين، ما حسيناش باي مشاكل والموضوع انتهى لانه جه بناء على رغبه شريف. طبعا، وانا يعني عايز انتهز الفرصه واشكر اداره الجونه، مشكوره جدا ان هي في فرقه صعبه وانا كنت واحد من العمال الاساسيه في الفرقه، وهم مشكورين جدا نسي كل حاجه وتنازلوا عن كل العقبات، وان هم فاكرين ان هم حققوا رغبتي، ودي حاجه انا عمري ما هنساها، وان الفريق طبعا زي ما انتم شايفين احنا في مركز ال 13 فمش من السهل خالص ان اي فريق يفرط في اي لعيب خصوصا حارس المرمى، فدي طبعا انا حاجه بشكر عليها اداره الجونه وكابتن اسماعيل يوسف والحاج احمد واسامه وكل الناس العاملين في مجلس الاداره، وان شاء الله بقول ان اتمنى ان كل ادارات الانديه يعني تحت حظ نادي الجونه، يعني بما فيهم المرونه اللي هم بيتمتعوا بيها، وان هم الامور عندهم سهله، مش وهم اداره اكبر ان هم يتخانقوا على اللعيب والكلام ده كله، وان رغبه اللعيب هي العامل الاساسي استمرار مع فريق او لا يعني. تمام يا شريف. كابتن شريف عايز اسالك، انت مش قلقان انك تدخل النادي الاهلي وما تاخدش فرصه كامله زي ما انت متخيل او بتحلم؟ لا، ما احنا لسه هرد على السؤال ده، ما فيش السؤال اللي فات، انا قلت لك بص اقول لك على حاجه، دلوقتي النادي الاهلي انا واحد من اولاد النادي الاهلي، اتربيت فيه 15 سنه، من الطبيعي جدا ان انا اكون موجود في النادي، حصلت ظروف استثنائيه ان انا رجعت من هولندا، رجعت على الجونه الحمد لله ربنا وفقني والنادي الاهلي اطمن عليا، فمن خلالها طلبني تاني، لو كان النادي الاهلي مش محتاجني ما كانش هيطلبني. ده صح. هو مش معنى ان هو محتاجني ان احمد مقصر، او مش معنى ان انا هكون موجود ان انا اللي هلعب، ما برضه خلي بالك النادي الاهلي نادي كبير لازم يبقى عنده ثلاث حراس مرمى على مستوى عالي. ده صح صح صح، يعني ما ينفعش يبقى عنده جون واحد والباقي ما يقدرش يعتمد عليهم، لازم يبقى يكون الثلاثه يعتمد عليهم. بالذات شريف كنا بنقول من شويه ان الدور الثاني مضغوط للاهلي في دوري وفي افريقيا وفي كاس. طبعا في ماتشات كتير جدا، محتاج ماتشات كتير جدا، ويعني مفيش لعيب يقدر يتحمل الماتشات دي كلها لوحده، فبالتالي لازم يكون في متوفر بديل كفء للنادي، وما كانش بديل كفء متوفر في النادي الاهلي مش موجود في اي حته. صح. كان نفسك تلعب ضد الاهلي الماتش اللي فات يا شريف؟ بص اقول لك على حاجه، انا اول ما رجعت من هولندا اما ما حصلش تصريح ان انا رحت النادي الاهلي، كان الماتش الوحيد اللي انا بستناه في فرق 7 ماتش النادي الاهلي. طب ليه يا شريف؟ ليه؟ ايه؟ ليه؟ والله مش عشان حاجه، وحياه ربنا مش عشان انا ما روحتش او مش عشان الناس، بالعكس ماتشات يعني ماتشين الاهلي والزمالك بالذات يبقوا ماتشين يعني اكبر ماتشين فيهم جمهور ويبقى صح. متابعه وكل حاجه جماهيري واستديوهات والكلام ده كله، فالواحد يبقى بيحب يلعب ماتشات اللي زي دي صح. يعني الماتشات دي اللي بتعمل النجوم يعني صح. بس فطبعا الماتشات دي بتبقى لذيذه للاعيب الكوره، فانا كان نفسي ان انا العب ماتش الاهلي بالذات، يعني انا لعبت الزمالك لعبت ضده كتير جدا ومع الاهلي زمان ولعبت كتير، بس الاهلي انا عمري ما لعبت قدامه، فما كنتش متخيل يجي اليوم ان انا ممكن العب قدام النادي الاهلي، ولحد دلوقتي ما جاش، مع اني ما كنتش بلعب النادي الاهلي، بس ربنا ما اراد. لا يبقى كابتن اسماعيل كان صح بقى. لا كابتن اسماعيل لا الصراحه يعني راجل ما قدرش يتفضل عليا، وكان واحد من الاسباب اللي انا رجعت، وكان واحد من الاسباب ان ربنا كرمني جدا، ووصل كابتن يوسف في الجونه. توفيق شريف، وان شاء الله باذن الله نشوف اكرام جديد باذن الله في النادي الاهلي قادم باذن الله. شكرا جزيلا شريف اكرام.